السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلوه بالشكلاط والفواكه الجافه، كتجي زوينه بزاف وكنديروها في المول ديال السيليكون. بالنسبه للمقادير ديالها، غادي نحتاج في الحشو ديالها واحد نص كاس ديال الفيوتين، وكاس ديال الكاوكاو محمر ومهرمش كنخليوه شويه غليظ، تقريبا واحد نص كاس ديال لي زاموند كونكاسي محمرين، وغادي ناخذ واحد نص كاس ديال الفواكه المعسله. انا عندي هذاك الاحمر الكبير قطعته طريفات، ومعلقه كبيره ديال العسل. دابا غادي نخلط هادشي بهاد العسل اللي درت. يمكن لكم ديروا حتى القرقاع والزبيب اللي عندكم، فواكه الجافه كاملين يمكن لكم ديروهم. صافي كما شفتوا، بعد ما كنجمعوا بداك العسل، بالنسبه للعسل يمكن لكم تستبدلوه بالكراميل اللي عندكم. الا عندكم الكراميل ديروه، ما عندكمش ديروا العسل. دابا غادي نبدا نهز شويه ديال هاد الحشو وغادي نديروه في دوك القوالب. هاكا ناخذ واحد تقريبا 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء. انا درت هذا اللي كيكون غيش، كيكون زوين. كندوبوه في حمام مريم بدون ما تضيفوا له لا زيت لا والو، وكناخذ هذا الشكل هذا ديال القوالب ديال السيليكون، وغنبدا نديرها في هذه القوالب هادو. تقريبا واحد معلقه صغيره في كل حفيره. صافي قبل ما كيجمد كنكونوا خلطنا داك الفواكه مع العسل. صافي كناخذ منهم تقريبا واحد كويره في كل عبار واحد المعلقه شويه عامره، وكنحطوها في الوسط بهذا الشكل هذا. كنديروا في كل حفره كما شفتوا واحد المعلقه شويه متوسطه ديال هذا الخليط، وخا يطلع لكم شي شويه من الجناب ماشي مشكل. صافي كما شفتوا، من بعد ما كنعمروهم دابا كناخذ واحد شويه ديال الشكلاط كيبقى لي، درته في بلاستيكه وغندير به واحد الزكزاك ونحطها في الثلاجه تبرد، ماشي في الثلج غير في الثلاجه باش ما يقصحش لكم الشكلاط ديالكم. فوالا البنات كما شفتوا، من بعد ما كتبرد صافي راه كتحيد فاسيلمون. ما كت اون فوا كديروا ديك الطبقه كبيره ديال الشكلاط، ملي كتجيو تقلعوها من السيليكون كتقلع معاكم وكيجيو بحال السليلات. الا بغيتو ديروهم في كويكلاص كما درت انايا ديروهم، بغيتوش ديروهم قدمهم غير هكاك راه كيجيو زوينين. كنتمنى ان شاء الله هاد الحلوه تعجبكم، ونشوفكم فيديو جديده. السلام عليكم.